بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبراو تون ان شاء الله سيكون القارعة إن شاء ان الله. شاء الله وبراو تنو تمثل يا يس بسم الله ما شاء الله بسم الله.